And from the Quran Kareem, try to notice the sound of dad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما كنت متخذ المضلين عضدا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض في سدر مخضود وطلح منضود فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا الوحدة الثامنة العمل الدرس السادس والأربعون الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات التدريب الأول استمع وأعد رمضان يتوضأ ضيوف ممرضة ممرض أيضا التدريب الثاني استمع وأعد دالين ضالين درة ضرة دل ضل دار ضار دلال ضلال ندب نضب نذر نظر مدى مضى ندت نضت بدعة بضعة بعد بعض مريد مريض رفد رفض قروض قروض فرد فرض التدريب الثالث استمع وأعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
سدر مخضود وطلح منضود فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا okay. ثانيا second فهم المسموع As we used to do with this exercise or this part, just we listen. You listen to the conversation or the question, and then put the suitable or the number of this conversation in the suitable square. But first, let's apply the first instruction. انظر, look. Now, the first one here seems like a pilot, and behind him aeroplane. Okay, and the back. Here is a college of education, كلية التربية. It's written here, كلية التربية. And here is مدرس. Okay, هذا مدرس. جيم, كلية الصيدلة. Pharmacy school. And here is chemist. Okay, صيدلي. دال, كلية الهندسة. Engineer school or college of engineer. And this is engineering here. Okay, مهندس. هذا مهندس. So let's listen together to the conversation. الوحدة الثامنة العمل الدرس السادس والأربعون ثانيا فهم المسموع التدريب الأول استمع إلى الحوار ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد أين تدرس؟ أدرس في كلية الهندسة Please pause now and try to put number one or رقم واحد in the suitable square كلية الهندسة So this is Dell, okay? رقم واحد is here. Number one, we put it here. ماذا تدرس؟ أدرس الهندسة. لماذا تدرس الهندسة؟ سأكون مهندسا إن شاء الله. Oh, this is the rest of the conversation. اثنان. Two. أين تدرس؟ أدرس في كلية الطيران. ماذا تدرس؟ أدرس الطيران. لماذا تدرس الطيران؟
سأكون طيارا إن شاء الله. Which one is this? Yes, definitely. Alif. اثنان is written here. ثلاثة. أين تدرس؟ أدرس في كلية التربية. ماذا تدرس؟ أدرس التربية. لماذا تدرس التربية؟ سأكون مدرسا إن شاء الله. باء. So ثلاثة is written here. أربعة. أين تدرس؟ أدرس في كلية الصيدلة. ماذا تدرس؟ أدرس الصيدلة. لماذا تدرس الصيدلة؟ سأكون صيدليا إن شاء الله. And أربعة is written here next to Jim, okay? In the square of the picture, Jim. التدريب اثنان, exercise two, استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. As we said before, you listen to the question and maybe you find the answer in the picture. So look carefully, here is book. It's written here, اللغة العربية, القواعد, Arabic language, the grammar. But here the number of hours we said if here it highlighted like that. So it shows or indicate to the number of hours that worked, okay? جيم, مهندس, simply. دال, doctor, check, a child. Teeth. Ha, جامعة, seems like جامعة. Wow, أطفال, children. Okay. التدريب الثاني. استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. واحد. ماذا تعمل؟ اثنان. ماذا تعمل؟ What's your work? Okay, what do you work? What's your job? So which one? The picture, which picture in answers or show that a job or person here doing a work or who works? I will get actually two pictures here, Jim and Dan. So let's listen to the second one. كم ساعة تعمل في اليوم؟ كم ساعة تعمل في اليوم؟ How many hours do you work in the day? So we said باء show the number of hours because it's highlighted like that. So the answer is here. أعمل ست ساعات في اليوم. ثلاثة. كم طفلا لك؟ ثلاثة. كم طفلا لك؟ How many child do you have? From the picture, three children here answer the question. لي ثلاث أطفال. Okay. لي ثلاث أطفال. I have or لي ثلاثة أطفال. I have three children. أربعة. أين تعمل؟ أين تعمل؟ Okay. Where do you work? Okay. أين تعمل؟ So this seems the correct one. دال. أين تعمل؟ أعمل في المستشفى. Okay. There is no question or answer like that for the engineer. أين تعمل؟ أعمل في المستشفى. Or maybe here, أعمل في شركة. They still confusing Jim and Dan. Let's listen more. خمسة. ماذا تدرس؟ ست. ماذا تدرس؟ Here, اللغة العربية. أدرس اللغة العربية. القواعد. So this is ألف. ستة. ستة. ما مهنتك؟ ما مهنتك؟ What's your job? So here could be Dale or Jim. أعمل مهندسا or أعمل طبيبا. The end. So the Jim and Dale a bit similar. So they can apply أين تعمل? Where do you work? ماذا تعمل? All these apply on Jim and Dale. So let's go to the next exercise. التدريب ثلاثة, استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. Listen to the conversation and then put علامة صحيح, correct, in the suitable square. ألف contains of three pictures. ألف مهندس, باء طبيب, جيم مدرس. اثنان
three pictures show three places. مدرسة، جامعة، مسجد. ثلاثة show three pictures. كلية الصيدلة، كلية التربية، كلية الهندسة. أربعة three picture or three books here. اللغة العربية، الثقافة الإسلامية، الطب. And خمسة three working time or three times or three picture for 3 clocks shows the how many works or how many works, how many hours it worked. Okay, someone worked. How many hours someone worked. So let's go to Alif. استمع إلى الحوار. This is conversation comes in the shape of paragraph, so you have to concentrate. التدريب الثالث. استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. واحد. ماذا تعمل؟ أعمل مدرسا. اثنان. Simply ماذا تعمل؟ What do you work؟ أعمل مدرسا. I work as a teacher. So which one is this? جيم. Please try to be ready your finger on the pause. So when you once you listen to the conversation, try to answer before me. Okay. أين تدرس؟ أدرس في الجامعة. ثلاثة. أين تدرس؟ أدرس في الجامعة. Okay. Press pause now and try to answer. Here is madrasa, jamiat Umm al Qura, masjid. So ba is the correct. Aina tudarris? Where do you teach? Udarrisu fi al jami'a, I teach in the university. Fi ay kulliyatin tudarris? Udarrisu fi kulliyati at-tarbiya. Fi ay kulliyatin tudarris? In which college do you teach? Udarrisu fi kulliyati at-tarbiya. I teach in the college of education. So here is كلية الصيدلة، التربية، الهندسة. So B is the correct one. كلية التربية. أربعة. ماذا تدرس؟ أدرس الثقافة الإسلامية. B is the correct one. الثقافة الإسلامية is written here. كم ساعة؟ خمسة. كم ساعة تدرس في اليوم؟ 4 ساعات. How many hours you teach in the day? 4 hours. 4 ساعات. So جيم شوف 4 o'clock highlighted 4 hours here. This is the correct one. Okay. So we start. We finish exercise 3. Let's go to exercise 4. Again, استمع إلى الجمل ثم أجب باختيار الكلمة المناسبة. Listen to the sentences and answer by picking the correct word. The واحد has three words. الطيران، الهندسة، الطب. اثنان، العلوم، الصيدلة، التربية. ثلاثة، مهندس، طيار، طبيب. أربعة، مدرسة، طبيبة، صيدلية. خمسة، 5 ساعات، 6 ساعات، 7 ساعات. التدريب الرابع. استمع إلى الجمل ثم أجب باختيار الكلمة المناسبة. درس طارق الطب في كلية الطب. هو الآن طبيب. درست زوجة طارق الصيدلة. في كلية الصيدلة. يعمل طارق في المستشفى ويحب عمله. يذهب طارق إلى المستشفى في الصباح ويعمل 7 ساعات في اليوم. زوجة طارق الآن صيدلية. تعمل زوجة طارق في المستشفى. تعمل في اليوم 5 ساعات. والآن أكمل بوضع دائرة حول الكلمة المناسبة. واحد. درس طارق في كلية
درس طارق في كلية الطب. Okay, let's listen to the conversation again. Concentrate. ثم أجب باختيار الكلمة المناسبة. Concentrate. درس طارق الطب في كلية الطب. هو الآن طبيب. درست زوجة طارق الصيدلة في كلية الصيدلة. يعمل طارق في المستشفى ويحب عمله. يذهب طارق إلى المستشفى في الصباح ويعمل 7 ساعات في اليوم. زوجة طارق الآن صيدلية. تعمل زوجة طارق في المستشفى. تعمل في اليوم 5 ساعات. والآن أكمل بوضع دائرة حول الكلمة المناسبة. And now complete by putting a circle around the suitable word. 1. درس طارق في كلية. درس طارق في كلية الطب. 2. درست زوجة طارق في كلية. درست زوجة طارق في كلية. So Tariq's wife studied in College of Pharmacy, الصيدلة. 3. طارق. طارق what? We won't say طارق is a pilot, an engineer, or a doctor. طبيب, doctor. 4. زوجة طارق. زوجة طارق. What is the work or that is the job of طارق's wife? زوجة طارق. صيدلية. 5. تعمل زوجة طارق في اليوم. الوحدة. تعمل زوجة طارق في اليوم. How many hours? 5 ساعات. Okay. I hope you understand this conversation fully. الكلام speech. This is الدرس 47. التدريب 1. تبادل الحوار. Sorry. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. Now we have two persons here. One of them is seems doctor. So first one ask his colleague. كم ساعة تعمل في اليوم؟ كم ساعة تعمل في اليوم؟ How many hour do you work in the day? كم ساعة تعمل في اليوم؟ So he answers, أعمل 8 ساعات في اليوم. I work 8 hours in the day. And in his turn, he asks him, وكم ساعة تعمل أنت and you? How many hours do you work? أعمل 7 ساعات في اليوم. Okay? So we're going to do the same with these 4 hours, okay? I will answer the first one and then try to answer the rest and listen the answers after. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 9 ساعات في اليوم. وكم ساعة تعمل أنت؟ أعمل 3 ساعات في اليوم. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 5 ساعات في اليوم. وكم ساعة تعمل أنت؟ أعمل 7 ساعات في اليوم. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 10 ساعات في اليوم. وكم ساعة تعمل أنت؟ أعمل 4 ساعات في اليوم. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 6 ساعات في اليوم. وكم ساعة تعمل أنت؟ أعمل 8 ساعات في اليوم. التدريب 2 exercise 2 تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. Here is a picture for a doctor and behind him the College of Medicine or Faculty of Medicine. كلية الطب طبيب. Okay. College of Medicine doctor or Faculty of Medicine doctor.
أين تدرس؟ أدرس في كلية الطب. ماذا ستعمل بعد الدراسة؟ What are you going to do? Or what are you going to work after study? سأعمل طبيبا إن شاء الله. I will work as a doctor إن شاء الله. Okay, again. أين تدرس؟ Where do you study? أدرس في كلية الطب. I study in the faculty of medicine or in the college of medicine. ماذا ستعمل بعد الدراسة؟ What are you going to do after study? سأعمل طبيبا إن شاء الله. I will work as a doctor إن شاء الله. Try to do the same with these four pictures. كلية الطيران، طيار. أين تدرس؟ أدرس الطيران. أين تدرس؟ أدرس في كلية الطيران. ماذا ستعمل بعد الدراسة؟ سأعمل طيارا إن شاء الله. أين تدرس؟ أدرس في كلية الهندسة. ماذا ستعمل بعد الدراسة؟ سأعمل طبيبا إن شاء الله. أين تدرس؟ أدرس في كلية التربية. ماذا ستعمل؟ سأعمل مدرسا إن شاء الله. أين تدرس؟ أدرس في كلية الصيدلة. ماذا ستعمل بعد الدراسة؟ سأعمل صيدليا إن شاء الله. التدريب 3 exercise 3 تبادل السؤال والجواب مع زملائك with your friends or with your colleagues. طا 1 أدرس في كلية الطب. Now he gave a piece of information about himself and then ask his colleague the question. Okay, I study in the faculty of medicine or in the college of medicine. أين تدرس أنت? Where do you study? So his colleagues answer, أدرس في كلية الهندسة. I study in the faculty of engineer. أين تدرس أنت? Where do you study? So the next student answers, or the next colleague or colleague 3 answers. And press pause and try to answer with كلية التمريض, كلية الصيدلة, كلية العلوم, كلية التربية, كلية الحاسوب. Okay. ب. طالب واحد أدرس الطب. I study medicine. ماذا تدرس أنت? What do you study? أدرس الهندسة. I study engineering. ماذا تدرس أنت? What do you study? The next one. أدرس التربية. ماذا تدرس أنت? So he answered. أدرس العلوم. ماذا تدرس أنت? And the next one answers with the الصيدلة. And then التمريض, اللغة العربية, الحاسوب. I hope you got it. التدريب 4 exercise 4 تبادل السؤال والجواب مع زملائك. The same instructions here. You're going to ask and answer with your colleagues. أعمل طبيبا. I work as a doctor. ماذا تعمل أنت? What do you work? أعمل مهندسا. I work as engineer. ماذا تعمل أنت? What do you work? Press pause and try to answer these three. Okay. أعمل مدرسا. ماذا تعمل أنت? أعمل صيدليا. ماذا تعمل أنت? أعمل معلما. ماذا تعمل أنت? ب. أعمل في المستشفى. I work in the hospital. أين تعمل أنت? Where do you work? أعمل في الشركة. I work in the company. أين تعمل أنت? أعمل في المدرسة. Okay. أين تعمل أنت? أعمل في المختبر. أين تعمل أنت? أعمل في المكتبة. أين تعمل أنت? Where do you work? Okay. I work in the lab. Where do you work? Okay. And try to do the same with the other places. Okay. أعمل في المكتبة. أين تعمل أنت? أعمل في كلية الهندسة. أين تعمل أنت? أعمل في كلية الطب. أين تعمل أنت? أعمل في كلية اللغة العربية. أين تعمل أنت? أعمل في كلية الصيدلة. أين تعمل أنت? أعمل في كلية الطيران. أين تعمل أنت؟ أعمل في كلية الحاسوب. أين تعمل أنت؟ التدريب 5 exercise 5 عبر عن الصور.
كما في المثال. Express the pictures like the example. What can you see in this picture? الطب، طبيب، المستشفى، 8 ساعات. So we made a paragraph using this. Okay, so we're going to express about this picture by 3 lines, short lines. درست الطب، درست. We used to learn أدرس. Present tense, I study, okay? And this is present tense, present. فعل مضارع, okay? فعل مضارع. Now, what is the past of أدرس? What is the past tense? الفعل الماضي. I studied will be درست, okay? So like Hamza, jump to the last here and change to be ta. Okay? Okay, jump. So the first letter. So all the 3 letters come the same here, starting with dal. So the first letter, jump to the last letter here, comes after the last letter, changing to be ta instead of Hamza. Darastu. And this is for both, male and female. Okay? This is for male and female. They both says درست. درست الطب في كلية الطب. I studied medicine in the faculty of medicine. وأعمل الآن طبيبا في المستشفى. Here, طبيب في المستشفى. And I work now, again present, okay? And I work now, a doctor in the hospital. أعمل في اليوم 8 ساعات. I work in the day 8 hours. Or I work 8 hours in the day. أنا أحب عملي. I like my work. I love my work. So let's do that with these 4 pictures. درست الهندسة في كلية الهندسة. وأعمل الآن مهندسا في الشركة. وأعمل الآن مهندسا في الشركة. أعمل في اليوم 7 ساعات. أنا أحب عملي. Press pause and try to do the other 3 pictures. Express, عبر, express in paragraph the what it comes in the 3 pictures using or a help from the cue answers here. درست التربية في كلية التربية. وأعمل الآن مدرسا في الجامعة. أعمل في اليوم 4 ساعات. أنا أحب عملي. درست اللغة العربية في كلية اللغة العربية. وأعمل الآن معلما في المرحلة المتوسطة secondary school. أنا أعمل في اليوم 6 ساعات. أنا أحب عملي. درست الصيدلة في كلية الصيدلة. وأعمل الآن صيدليا في المستشفى. أعمل في اليوم 7 ساعات. أنا أحب عملي. 6. أجب عن الأسئلة الآتية. Answer the following questions. 1. ماذا تعمل؟ What do you work? أين تعمل؟ Where are you work? Where do you work? هل أنت طبيب؟ Are you a doctor? كم ساعة تعمل في اليوم؟ How many hours do you work in the day? هل تحب عملك؟ Do you like your work? أين تدرس؟ Where do you study? ماذا تدرس؟ What do you study? ماذا ستعمل بعد الدراسة إن شاء الله؟ What are you going to do or to work after the study إن شاء الله؟ هل لك أطفال؟ Do you have children? كم طفل لك؟ How many child do you have? ما مهنتك؟ What's your job? كم ساعة تدرس في اليوم؟ How many hours do you work? Sorry, yeah, work, تدرس. How many hours do you study? How many hours do you study in the day? هل تحب الدراسة؟ Do you like study? So you answer. Try to answer these questions. I will make a simple answers. ماذا تعمل؟ أعمل مدرساً.
and this is all for masculine, okay? So I'm answering like a masculine person. أين تعمل؟ أعمل في المدرسة. هل أنت طبيب؟ نعم أنا طبيب. For example, كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 7 ساعات في اليوم. هل تحب عملك؟ نعم أحب عملي. أين تدرس؟ أين تدرس؟ أدرس في الجامعة. ماذا تدرس؟ أدرس في كلية التربية. ماذا ستعمل بعد الدراسة إن شاء الله؟ سأعمل معلما إن شاء الله. هل لك أطفال؟ نعم لي أطفال. كم طفلا لك؟ لي 5 أطفال. ما مهنتك؟ أنا طبيب. كم ساعة تدرس في اليوم؟ أدرس 5 ساعات في اليوم. هل تحب الدراسة؟ نعم أحب الدراسة. Okay. This is just a type of answers. You can change it regarding to the vocabularies and the sentence comes in this unit. You can change and make with your colleague different answers. القراءة والكتابة, the reading and writing. أولا القراءة, first reading. التدريب 1, صل بين السؤال والجواب المناسب. Match between the answer, the question and a suitable answer. كم ساعة تعمل في اليوم؟ How many hours do you work in the day? أعمل في شركة؟ No, نعم. So, أعمل 5 ساعات في اليوم. Okay, this goes with this one. هل لك صديق؟ Do you have a friend? نعم لي صديق. ها. Okay. أين تعمل؟ Where do you work? أعمل في شركة. ماذا تعملين؟ أعمل طبيبة. Okay. Feminine. تعملين طبيبة. هل تحبين عملك؟ نعم أحب عملي. Okay. Still talking to a female because كسرة. هل تحبين عملك؟ نعم أحب عملي. التدريب 2, صل بين العبارة والصورة المناسبة. Match between the paragraph and the suitable picture. محمود مهندس, يعمل في شركة كبيرة. محمود is engineer. يعمل في شركة كبيرة. Work in big company. Okay. محمود يذهب إلى الشركة بالحافلة. محمود goes to the company by bus. ويعمل 7 ساعات في اليوم. And he works 7 hours in the day. ويحب عمله. And he likes his work. So I'm talking about محمود. Third person pronouns comes with this paragraph. So which word is محمود here? Is محمود ألف, باء or جيم? محمود مهندس. Okay. So this is the last one. جيم. جيم. اثنان, أحمد طبيب. يعمل في مستشفى الجامعة. أحمد is a doctor. يعمل في مستشفى الجامعة. He works in the hospital or the university hospital or the hospital of the university. يذهب أحمد إلى المستشفى بالسيارة. أحمد goes to the hospital by car. ويعمل 6 ساعات في اليوم. And he works 6 hours in the day. ويحب عمله. ألف is أحمد, definitely. شاكر مدرس في المرحلة الابتدائية. شاكر is a teacher in the primary school. يذهب إلى المدرسة في الصباح. He goes to the school every day, every morning. الصباح. شاكر يدرس 5 ساعات في اليوم. شاكر teaches 5 hours in the day. ويحب عمله. Again, and he likes his work. So, this is شاكر, teacher. التدريب 3, اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. Look at the pictures here, we talk about a pilot, okay? عمر طيار درس الطيران في كلية الطيران وهو يعمل في شركة الطيران. يذهب عمر مبكرا إلى الشركة. يبدأ العمل الساعة 6 صباحا وينتهي الساعة 1 ظهرا. يعمل عمر 7 ساعات في اليوم ويعمل 5 أيام في الأسبوع. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. يذهب عمر إلى الشركة بالسيارة. Okay. Press pause now. Try with the pencil. Try to answer the paragraph. B.
between the commas, okay? After comma, try to answer the sentence and make it 1, 2, 3, 4. Then try to answer the questions here. عمر طيار. عمر is a pilot. درس الطيران في كلية الطيران. He studied aviation in the Faculty of Aviation. وهو يعمل في شركة الطيران. And he works in the aviation on the aeroplanes company. يذهب عمر مبكرا إلى الشركة. عمر goes to the company early, or عمر goes early to the company. يبدأ العمل الساعة 6 صباحا. The work starts at 6 in the morning. وينتهي الساعة 1 ظهرا. And ending or finished at 1 o'clock afternoon. ظهرا. يعمل عمر 7 ساعات في اليوم. عمر works 7 hours in the day. ويعمل 5 أيام في الأسبوع. And he works 5 days in the week. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. The weekend is Thursday and Friday. يذهب عمر إلى الشركة بالسيارة. عمر goes to the company by car. ما مهنة عمر؟ What's عمر job? مهنة here means job. What is the job of عمر? Okay, or what's عمر job? ما مهنة عمر؟ مهنة. Okay, مهنة. مهنة. Equal عمل. Means work. Okay, so I can say ما مهنة عمر or ما عمل عمر. They both correct. عمر طيار. ماذا درس? What did he study? Past tense again. Okay, past tense. ماذا درس? He studied. درس الطيران في كلية. درس الطيران. Okay, ماذا درس? درس الطيران. أين درس? في كلية الطيران. أين يعمل? يعمل في شركة الطيران. متى يذهب إلى الشركة? يذهب إلى الشركة في الساعة 6 صباحا. Okay. متى يبدأ العمل? يذهب مبكرا. Sorry. متى يذهب إلى الشركة? يذهب إلى الشركة مبكرا. متى يبدأ العمل? يبدأ العمل 6 صباحا. متى ينتهي العمل? ينتهي العمل 1 ظهرا. كم ساعة يعمل في اليوم? يعمل عمر 7 ساعات في اليوم. كم يوما يعمل في الأسبوع? يعمل 5 أيام في الأسبوع. يعمل 5 أيام في الأسبوع. متى العطلة? يوم الخميس ويوم الجمعة. Now someone can ask me this question. درس أدرس. The past tense is درس. But this is درس means I study. Okay, I study. This is the first person. Okay, just notice that or make sure that you understand this part. But درس or يد that comes here in the past tense. درس because the present is يدرس. Okay, يدرس. And this is the third person. He studies. Okay, he study. That's why there is a difference here. Okay, أدرس. I study. درست. I studied. يدرس. He studies. درس. He studied. Okay. التدريب 4 exercise 4. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. Read the paragraph and then answer the questions. فاطمة مدرسة في المرحلة الابتدائية. هي تستيقظ الساعة 5 فجرا وتذهب إلى المدرسة 6 صباحا. يبدأ اليوم الدراسي 7 صباحا وينتهي 12 ظهرا. تدرس فاطمة 5 حصص في اليوم. تدرس اللغة العربية والثقافة الإسلامية والعلوم. Okay, so she teaches 3
subjects. تدرس اللغة العربية والثقافة الإسلامية والعلوم. تذهب فاطمة في الاستراحة إلى المكتبة وتقرأ كتاباً أو صحيفة. Okay. Please pause now again with your pencil and piece of paper. Try to answer or try to translate these paragraphs. Okay. After every dot, try to translate the sentence before it or comma. That help you. Okay. And count how many sentences this and try to look at the questions and answer it. So let's make quick translation. فاطمة مدرسة في المرحلة الابتدائية. فاطمة is a teacher in the primary school. هي تستيقظ الساعة الخامسة. She wakes up at 5 o'clock. فجراً. Dawn. In the dawn. وتذهب إلى المدرسة الساعة السادسة صباحاً. And she goes to school at 6 o'clock in the morning. All this comes in the present tense. Simple. Okay? Present simple tense. يبدأ اليوم الدراسي. It's like الحياة اليومية. Do you remember? الحياة اليومية. This is routine. This is what Fatima does every day. يبدأ اليوم الدراسي الساعة السابعة صباحا. The study day or the studying day starts at 7 o'clock. وينتهي الساعة الثانية عشرة ظهرا. And ending or finished at 12 o'clock afternoon. تدرس فاطمة 5 حصص في اليوم. فاطمة teaches 5 sessions in the day. تدرس اللغة العربية. She teaches Arabic language. والثقافة الإسلامية and the Islamic culture. والعلوم and science. تذهب فاطمة في الاستراحة إلى المكتبة. فاطمة goes to the library in the break. Okay? In the break, فاطمة goes to the library. وتقرأ كتابا أو صحيفة. And she reads book or a newspaper. 1. ما مهنة فاطمة؟ ما مهنة فاطمة؟ What's Fatima's job? في أي مرحلة تدرس؟ Which school she teach? متى تستيقظ من النوم؟ When does she wake up? متى تذهب إلى المدرسة؟ When does she go to school? متى يبدأ اليوم الدراسي؟ When the studying day starts? متى ينتهي؟ When's finished? كم حصة تدرس؟ كم حصة تدرس فاطمة في اليوم؟ How many sessions Fatima teaches in the day? ماذا تدرس؟ What does she teach? أين تذهب في الاستراحة؟ Where does she go in the break? ماذا تفعل في المكتبة؟ What does she do in the library? Please pause now and from your sentences that you translated, try to answer. I suppose you're ready. ما مهنة فاطمة؟ فاطمة مدرسة. في أي مرحلة تدرس؟ في المرحلة الابتدائية. متى تستيقظ من النوم؟ الساعة 5 فجرا. متى تذهب إلى المدرسة؟ تذهب إلى المدرسة الساعة 6 صباحا. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ اليوم الدراسي الساعة 7 صباحا. ومتى ينتهي؟ ينتهي الساعة 12 ظهرا. كم حصة تدرس فاطمة في اليوم؟ تدرس 5 حصص في اليوم. ماذا تدرس؟ تدرس اللغة العربية والثقافة الإسلامية والعلوم. أين تذهب في الاستراحة؟ تذهب إلى المكتبة. ماذا تفعل في المكتبة؟ تقرأ كتابا أو صحيفة. I hope this unit was easy for you. Inshallah, see you in unit 9. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.